بهذا الفيديو بدي احكي عن المالتي لينجوال ومالتي مودال كوربورا. شو معناته هذا الكلام؟ وقت ما نحن كنا عم نحكي قبل عن الكوربورا كنا عم ناخدها بسنجل لانجويج، وقت ما بيكون في عندي مالتيبل لانجويج فاذا نحن بنسميها مالتي لينجوال. طبعا سنجل لانجويج معناتها مونولينجوال. كوربورا ذات كفر two and more languages are referred as multilingual corpora. فإذا نحن وقت ما بدنا ناخد multilingual corpora دايما بدنا ناخد بعين الاعتبار شيء منسميه parallel corpora. بده يكون في عندي وحدة ومقابلة وحدة تانية، هيدي أكتر شيء منستعملها نحن إذا بدنا بالtranslation. For example كمان في عندي أنا aligned parallel corpora اللي هن عبارة عن parallel corpora نحن منستعملهم بالNLP applications، مثل أنا الapplications اللي هن منستعمل فيهم computer translation. ليش نحن بنستعمل هيدا الموضوع؟ مشان نقدر نحن نعمل translation. يعني أنا وقت ما بجي بتطلع عندي على الابليكيشن تبعيت الجوجل ترانسليت، حلاحظ إنه بيكون في عندي two fields بكتب بقلبهم. هون بهيدي الطريقة بكون أنا عم بستعمل شيء نحن بنسميه aligned parallel corpora. أنواع parallel corpora هن ممكن يكونوا unidirectional، يعني أنا عم بطلع من التشاينيز للإنجليش alone. bidirectional يعني أنا بدي أطلع من الإنجليش للتشاينيز بعدين بدي أرجع من التشاينيز للإنجليش. multi-directional يعني أنا بدي أطلع من one language to several languages. بموضوع multi-modal corpora بدنا ننتبه أنه نحن sometimes إذا كان في عندي أنا spoken language maybe some information will be lost. شو معناتها lost؟ يعني أنا بسبب الإكسبرشن اللي هو عم بيعبر فيها في بعض الإكسبرشنز ما قدرت ألقطها صح، طبعا إذا بحكي أنا كماشين يعني، بسبب ليش؟ لأنه أنا ما بقدر أعمل كتير sentiment analysis. كمان ممكن تكون خاصة بالجستشر، البوستشر، كيف واقف، شو عم بيعمل، البرزنتيشن، يمكن يكون هو عم بيكون واقف بطريقة فورمال بس أنا إذا سمعتها حأعتبرها إنفورمال. فكل هيدول نحن تنقدر نفهمهم صح بحاجة إنه نحن يكون في عنا شيء منسميه مالتي مودل كوربورا. فإذا أنا كذلك الأمر بدي انتبه على المالتي مودل كوربورا اللي هي بتعتمد على أشياء تانية خاصة، تنقول مثلا بالفيديوز. مثلا فور اكزامبل نحن وقت بنحضر موفي بدي احضر السبتايتلز الموجودين تحت بيكونوا هن ريليتد لكل كلمه عم تنقال يوزينج تايم ستامبس. يعني انا اذا بفتح السبتايتلز فايل بلاحظ انه انا في عندي على الوقت كذا كان عم بينقال كذا، اذا بحطها بقلب الموفي بلاحظ انه فعلا هي حتلقط الزلمه وقت ما كان عم يحكي بقلب هيدا الموفي. فكذلك الامر انا هدول بقدر استند عليهم بشكل اني بصير بقدر اعمل سيرش بقلب الفيديوز. يعني بعرف أنا كتير من الأوقات بفوت على قلب جوجل بكتب مثلا I need to search about NLP for example، فبلاحظ بيطلع لي فيديو بيقل لي بأي وقت عم بيحكي عن الـ NLP. فكأنه عم بقدر أعمل search بقلب الفيديو لأني صرت أنا بقدر أعرف هيدول الـ timestamps كيف عم بيعملوا لينك على قلب الفيديو. طبعا أنا هيك بكون هلأ أخذت نظرة شاملة عن how can we perform corpus creation.